السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. في فيديو اليوم أقترح عليكم وصفة رائعة جدا للعناية ببشرة الوجه، هي عبارة عن ماسك أخضر يعمل على سد المسام، ينقي البشرة من الأوساخ وحتى السمو. لعمل هذا الماسك المنظف للبشرة والمغذي أيضا سنحتاج للمكونات الآتية. سنحتاج للخيار، كما تعرفون الخيار يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، وأيضا يحتوي على العديد من الفيتامينات المغذية للبشرة، كما أنه يبيض البشرة ويشدها ويتركها نضرة. سنحتاج أيضا في وصفتنا هذه للطين الأبيض. الطين الأبيض من يعني المواد التجميلية الرائعة جدا، بحيث يمتاز بخصائص منها أنه معقم وأيضا يمتص كل الأوساخ العالقة بالبشرة، كما أنه ينشطها وأيضا يطهرها. الطين الأبيض يلائم جميع أنواع البشرة خاصة الحساسة منها والرهيفة، كما أنه يلين البشرة ويضفي عليها اللمعان الطبيعي. إذن هذه المكونات التي سنحتاجها في عمل وصفتنا هذه. لنمر لعمل الوصفة وإلى طريقة استعمالها. إذن أول خطوة سنقوم بها هي استخلاص ماء الخيار أو عصير الخيار، لذلك سنحتاج لمبشرة طبعا لبشر الخيار. سأقوم ببشره دون إزالة القشر عنه. وطبعا سنقوم بتصفيته للحصول على الماء والعصير. إذن ها هو عصير الخيار. سنقوم الآن بخلط المكونات مع بعضها للحصول على قناع متجانس. إذن لدي هنا مقدار ملعقة من الصلصال الأبيض أو الطين، سنضيف إليها مقدار ملعقتين من عصير الخيار ونخلط الكل جيدا لنحصل على قناع أخضر. إذن بعد الحصول على هذا القناع تقومون بتطبيقه طبعا على بشرة تكون نظيفة وتتركونه عليها لمدة نصف ساعة كاملة. طبعا لا تضعوه على منطقة أسفل العينين واتركوه حتى يجف، وبعد ذلك قوموا بشطفه بالماء الفاتر، وبعد ذلك قوموا يعني بشطف البشرة بالماء البارد حتى تتسكر المسام. طبعا يمكنكم عمل هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج، كما أن هذا القناع يصلح لكل أنواع البشرة إلا الجافة، يعني التي تكون شديدة الجفاف. يمكنكم بالنسبة إليها يعني إضافة القليل من اليوغورت أو زيت اللوز الحلو إن شئتم يعني عمله. إذن كان هذا قناع اليوم للعناية بالبشرة، سد المسام وأيضا تنقيتها من كل الشوائب. أتمنى أن أكون قد أفدتكم به. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا. وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، وانضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.